الرحمن الرحيم. بقول في بداية طبعا الحمد لله على الفوز النهاردة، ولازم أقول إن ثلاث نقاط صعبين النهاردة، يعني نقاط صعبين. بحيي الأقصوطي على أدائهم النهاردة، وبالذات في الشوط الأولاني اللي كان عندهم إصرار كبير جدا، كان عندهم تنظيم، في نفس الوقت كانوا بيبقى عندهم رغبات هجومية في المباراة ومعقولات. بهنيهم على أدائهم يعني، ويمكن بالرغم طبعا من برضو البداية اللي أنا بقول كان ممكن تبقى لصالحنا بشكل كبير، لأن كان في مساحات كبيرة في فرقة الأسيوطي نتيجة الضغط من قدام علينا، ودي يعني أكيد بتبقى لصالحنا لعناصر كتيرة بنعرف نستخدمها. أما فرقة بتعمل علينا الضغط من قدام بيبقى المساحات دي لصالحنا، لكن ما قدرناش نستغلها كالعادة، لأن احنا من عادتنا لما فرقة بتعمل علينا الضغط من قدام كمان بيبقى عندنا مساحات في ظهر الفرقة اللي قدامنا بتساعدنا بشكل كبير جدا. لكن النهاردة يمكن ما قدناش اسلوب اللي احنا معتاد، لكن في الشوط الثاني الأداء أفضل. حصل برضو هبوط طبعا لفرقة الأسيوطي في الشوط الثاني شوية في أدائها، وفي نفس الوقت مع التغييرات اللي حصلت لينا واندفاعنا بشكل كان ايجابي اتخلقت بعض الفرص، لكن مش بشكل واضح. لكن كان في اداء هجومي افضل من الشوط الاولاني شويه بكثافه عدديه، واعتقد ان ربنا كافئنا بضربه الجزاء دي، لان برضه في اجمالي المباراه يعني احنا افضل لكن مش بالنسب الكبيره المعتاده. لكن مهم الثلاث نقاط والفوز بيبقى في اوقات مهمه جدا، وبهني الاسيوطي مره ثانيه على ادائهم يعني. اتفضل. مبروك، الله يبارك فيك. بالفعل غنيم في ظل حفاظ النادي الاهلي على تصدره لصوت الدوري العام. كابتن حسام، بالفعل خلينا نقول ان النادي الاهلي انتقل من مرحله الفوز الى مرحله الامتاع الجماهيري من ادائه خلال المباريات السابقه. طبعا شفنا مباراه المقاولين هنا والمباراه الثانيه ثم النهارده. خلينا نقول كابتن حسام، تلاحم المباريات تعقيبك عليه، انت لعبت المقاولين مرتين النهارده، شايفين مباراه الاسيوطي. بص يعني اكيد زي ما احنا قلنا واتكلمنا، لكن انا لازم اتكلم بمنطقيه، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت ان في تلاحم والمباريات الفترات الزمنيه قليله جدا، لكن احنا عارفين الظروف اللي احنا فيها كلنا. وانا يمكن قبل كده اتكلمت على الموضوع، لكن في نفس الوقت قلت انا بعذر لجنه المسابقات وبعذر الحاج عامر حسين، لان يعني عندنا ارتباطات وكاس العالم في اشياء كثيره، فانا عارف يعني هي على الاطراف كلها. لكن هو نفس الحاج عامر ما بتكلم ما مش بيده حاجه، يعني احنا بنتكلم ونتناقش، هو مش بيده حاجه، بيحاول للفرق كلها بشكل يعني باقصى ما يملك. لكن هي في ضغط علينا كلنا، لكن هي ظروف ومرحله اعتقد يعني طبعا لكاس العالم بالذات يعني ضغطنا، وانتهاء المسابقه في وقت محدد لمنتخب مصر اكيد ضغط الفرق كلها يعني. اتفضل. لما ربنا خرج خلاص يعني ما كنتش عامل حسابها اكتر، وما كنتش متوقعها، ما فيش بديل. انا شايف ان لا، ما فيش بديل، ده ما ينفعش يبقى ما فيش بديل. ما ينفعش دكه الاحتياطي تتحط بكل الاحتمالات اللي في الملعب. انت ما شفتنيش انا ثانيه عبد الله وقع، وليد يبقى ازاي مش محضر؟ يعني عبد الله وقع في الملعب على طول، رحت منادي على وليد، محضر كل واحد في الملعب. دكة الاحتياطي ما بتتحط سيبك من المركز، ما مش لعبه انت، هي مش حفظ ان عبد الله لازم الراجل اللي يبقى الراجل البلاي ميكر. ما انت ممكن بتلعب 4-3-3 4-3-3، احنا بنلعب 4-3-3، بنلعب 4-2-3-1. اما عبد الله ممكن يبقى موجود مش موجود، العب 4-3-3 باسلوب تاني. فانك ما تقوليش مش عامل حسابها، لا عامل حسابها. كابتن حسام، الله يبارك فيك. لا انا بقول لك، انا اسف، مش بقول لك ما تقوليش يعني، انا بقول لك يعني ان انا عامل حسابي يعني، مش بقى عشان ما تفهمش غلط يعني. انا والله مش عاوز اتطرق لارضيه الملعب، لان مش عاوز الناس تزعل مني. انا عاوز طبعا
يعني خلينا نتكلم منطقيه، ولازم عندنا منطقيه. يعني احنا مش احنا يعني انا عارف برضو الناس هنا معذوره، خمس فرق بتلعب على الملعب ده، يعني المصري لانه بيلعب، المصري بيلعب رايح جاي، فيبقى فرقتين اهو، يعني المصري فرقه واحده بس فرقتين لانه ما بيلعبش بره الملعب ده، وفي الاتحاد بيلعب هنا وفي سموحه بتلعب هنا، فضغط كبير على الملعب. طبعا الارضيه مقصره بشكل كبير، لكن يعني مقصره بشكل كبير جدا الارضيه. طبعا اتفضل. ايه تاني؟ تمام، متشكرين. شكرا.